ننتظر العدد حتى نبدي إن شاء الله. اليوم اللي ما يعرف اللايف هو عن الامتحان المعادلة الخاص بطب الأسنان. شلونك دكتور؟ حبيبي اسماعيل، شلونك؟ اخبارك؟ والله على الله، أخبارك؟ والله الحمد لله ماشي الحال. انتم شو اخباركم؟ والله الحمد لله. ننتظر هسه العدد، تمام، نوصل فد 25 30 حسب أطباء الأسنان حلو، ونبدي إن شاء الله. تمام. يا عشد ايدك استضافتي البيج كوم، نتشرف. وان شاء الله اقدر قدر الامكان اساعدكم بمعلوماتي وبخبرتي و كل شغلاتي. إن شاء الله، هذا أهم شيء. حبيبي تدلل، شلون الوضع هناك؟ والله زين ويا الكورونا. كورونا شلون هو اي ياكم؟ والله. ها؟ لا يقول لك مؤامرة الكورونا. كلها امريكان، كلها امريكان وصهيونيين. الكيسات يومكم شلونه؟ بدها تزداد لو شنو الوضع؟ والله حاليا بكاليفورنيا ماكو هواية، يعني اكو كم مناطق اكو اعداد الاصابات هواية بس وفيات مو هالقد، بس اكثر شي بنيويورك وهذني جماعة الايست كوست، هذني هواية هناك شوية، يعني المدن مو كبيرة وعدد السكان كلش هواية، ف دائما اثنين مناطق يكونون اكثر يعني عدد الاصابات هناك. وبالبدايه اول ثلاث بس اشهر يعني من الشهر الثالث حتى الثاني يعني ما اخذوا اي اجراءات، ف هاي كان السبب يعني اللي صار بنيويورك وبكاليفورنيا وهذني الاماكن، يعني ما اخذوا اي اجراءات واي احتياطات، قالوا مو فد شيء يعني مثل شوية بلدان العالم، بس الحمد لله هسه شوية شوية أحسن. يعني دي يسيطرون شوية، شان دي يسيطرون على الوضع. السيطرة على الوضع يعني قوانينهم شوية صارت مور يعني أكثر متشددة، يعني هسه مثلا ما تقدر تفوت لأي محل إذا ما تحط مثلا ماسك، لو هاي السوشيال ديستانسينج، وما السوشيال ديستانسينج لازم تكون لايك 6 فيت، ويطبقون هاي الشغلات بكل الاماكن يعني بالمولات والاسواق وهذني الاماكن. والتيست سنترز يعني المكان تروح حتى تشوف تسوي تيست الكورونا همينة، يعني اكو بكل منطقة اكو مثلا هسه اقل شيء يعني فد مركز او مركزين يعني. حتى عالم اكثر تروح وتسوي يعني تيست هذني شغلات، فدي يحاولون قدر الامكان يسيطرون على الوضع. واكو شويه شويه اماكن همينه، تعرف الامريكان شويه طخات مرات، قاموا يتظاهرون عن الوضع ويقولون احنا ما نريد تسدون هاي الشغلات ونريد نرجع، ونريد نرجع للشغل والحياه وذني سوالف، فيعني اكو محاولات وذني سوالف. جميل. الحمد لله والشكر. انتوا رجعتوا للشغل هناك؟ مستشفيات؟ لا لا، بعد كطلبة قصدك؟ طلبة او يا طلبة ما مدعمي بعد مو؟ لا لا لا، بس يقولون يجوز ورا العيد، يجوز بس الكيسات ده تزداد، ف ما حد تزداد يعرف. اي بكركوك لو بعلاقة لا، بشكل عام مو خوش خبر هذا. خلينا نشوف جماعة، واضح البث؟ خو ما يقطع سواء يم دكتور فادي أو سواء يمي. باي نحاول ذا واي نشوف يكون مسجل. أي ردت اقول لك عاشد ايدك على البيج مالتك، كلش خوش فكرة هاي تسويها انت، اكو هواي عالم هنا دائما يحاولون مثلا
بس هناك السوشيال ميديا ما يهتمون لها قد مثل ما يهتمون هنا. بس اكو عالم اني اعرفهم شغلهم فول تايم هو سوشيال ميديا. فعجبتني الفكرة مالتك بأنه تعرف أكو هواي أطباء أسنان أو طلاب يريدون يعرفون، يريدون معلومات، يريدون شغلات، بس ما يقدرون يشوفون مصادر باليوتيوب. ف عجبتني الفكرة مالتك بأنه تحاول تحكي أو تتواصل ويا العالم اللي سوتها حتى أكثر، يعني أكثر قدر ممكن من الطلاب يقدرون يستفادوا من هذا الشيء. ف استفاد. بس تقول لك عشيدك. تسلم دكتور، بجهودكم والله. تعرف احنا من نريد نوصل مصادر فدائما نفتح سواء اوزموزز او خان اكاديمي وهذول يعني، صحيح. ف بس نحتاج مرات انه واحد يفهمنا بابسط منها، يعني ما نريد بيور انجلش، لا شويه عراقي دارج. عراقي. لا يعني مو بس هاي، مرات همينة مثلا اكو هواي عالم مثلا سألني عن خبرتي، اني اعرف مثلا كطالب هناك اعرف شلون كان الوضع. مو كل العالم عندهم نفس الوضع، فمن هاي من هاي هم تفرق يعني هواية. نشوف الأسئلة. أوكي. شلون الجو يومكم؟ زين والله، بس أنا شوي بردان، حار صراحة بوخة. حلو. خلينا نشوف امتى نبدي. قبل فترة حبينا رجعنا للشغل، تقريبا صار لي أسبوعين. كانوا مساعدين العيادة لمدة تقريبا من الشهر الثالث، بس هسه صار تقريبا أسبوعين رجعنا للشغل. كلش حلو. نعم. ما ادري نبدي لو لا، راحتك. وين عشت بكركوك؟ شارع القدس، طريق بغداد. ما طريق بغداد. لحقت عليها بعد التبليط. أنا طلعت من كركوك 2007. 2007 يعني، اتصور ما لحقت على التبليط. ايه أي ما أعتقد 2007 طلعت، كنت أعتقد كنت ثاني متوسط بعدني. احنا الاربي بقينا هناك ل 2018، بقيت هناك. يا منطقة بكركوك اني بعرفة. أعرف إيه. هلا زهراء، زهراء زرع ما طب أسنان كركوك. او عبالي منطقة. ايه. لعد يوصل 20، بس شوي ننتظر. لازم تمام، ماكو مشكلة، براحتك دكتور. مو مشكلة عادي. اليوم سبت، ما عندي شيء. شلون كان الامتحان؟ امتحان أجلته، احتمال راح آخذ الأسبوع الجاي. حلو. شوية صار عندي كم شغلة، وصراحة صارت بيا فتحات بنص الامتحان الأسبوع الفات، كنت بدي أخذه. تعرف هسه ماكو، لأن هذني الامتحانات تروح، لازم تروح للمركز سنتر يعني حتى تمتحن الامتحان غير. ف كنت بنص الامتحان
ها فيعني صغير ماكو سنترات وذني سوالف لأن من ورا كورونا، فهسه تقدر تاخذ الامتحان توفل يعني من البيت home version. فقدمت الامتحان و كان يوم امتحانين، تعرف ما أعرف إذا تعرف توفل ولا لا، أكو يعني 4 sections، 4 sections. واحد من السكشن هو listening، اللي هو لازم تسمع الفت conversation، فت محاضرة تسمع حتى يسألوك عليها. ف وأني داخل الامتحان من البيت، أكو مراقبين لازم يشوفون يعني من الكاميرا، يشوفون من كاميرا ويعني من خلال اللابتوب حتى يشوفون يعني مدى أسوي أي شيء. فبنص الامتحان كنت أسمع للمحاضرة و المراقب قاطعني بنص الامتحان، ايه والمحاضرة ما يعيدوها مرة دلوقتي. يعني هي بس دقيقتين لازم تسمعها وبعدين يسألوك أسئلة عليها. فقاطعني المراقب والوقت قام يمشي، وأني يعني صفنت، قلت شنو السالفة نص الامتحان والمراقب، لأن أنت ما يقدر يعيد هو ما يقدر ما يقدر يعيد المحاضرة، هو مجرد مراقب. واني دافع عن الامتحان تقريبا في $200. هاي تعجبني، يعني هو مو المفروض يقاطعني بنص الامتحان. بعدين قلت له يابا شنو السالفة، شنو ماخذ لي تخاو نص الامتحان تقاطعني. فالظاهر هو ما عرف اني كنت اسمع للمحاضرة. بعدين قال لي واني اعتذر أني آسف، هسه راح أحكي ويا مدير مالتي حتى أشوف إذا أقدر أعيد لك الامتحان وأعيد لك هذا المقطع. فهذا بعد ثاني مقطع، كنت تقريبا ساعة ونص كنت أمتحن، كان باقي 3 ساعات بعد. بعدين خلص هذا المقطع، قال لي راح أحكي ويا مدير مالتي حتى أشوف تقدر تعيد الامتحان ولا لا. والله انتظرت 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 تقريبا ساعة كاملة قاعد انتظر، والامتحان امتحان يعني عادي يمشي الامتحان واني ما اجاوب. قلت حتى ليه يحكون وياي بعدين اذا اجاوب يقولوا لي ليش جاوبت. تقريبا ورا ساعة ونص، لا والله خلص الامتحان ورا 3 ساعات، لان الامتحان ظل يمشي، هو ما راح يوقف الامتحان. حكيت وياهم، قالوا لي احنا ما نقدر نسوي لك كل شيء، صح صوتنا كان، بس لازم تحكي ويا شركة توفل نفسهم. منا 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 دز ايميلات خابرهم يا بعد صوتكم، انا مالي علاقة، انتم هم قاطعوني بالامتحان. قالوا لي تقدر تعيد الامتحان مرة الأخ، فان شاء الله الاسبوع الجاي راح اعيد الامتحان. بالتوفيق. شكرا حبيبي. هسه سؤال بث دكتور فادي، واضح لو لا حتى نعرف لو دي يقطع حتى نبدي إن شاء الله. اوكي، للي موجودين بالبث، فالبث راح يكون عن الامتحان المعادلة الخاص بجامعة الطب أسنان. قبل فترة دكتور زياد بدأ البث عن الامتحان المعادلة الخاص بالطب العام، فدكتور فادي قال انه يفيد طلبة الطب الأسنان، وهواي طب أسنان الطلبة قالوا انه لو تقدرون تشرحوا لنا عن الامتحان بالخارج، كذلك الصيدلة. فاليوم إن شاء الله راح يكون دكتور فادي ويانا. طبعا دكتور فادي أهلا وسهلا. أورال سيرجن أسيستنت بكاليفورنيا، ابن ولايتي من كركوك. اليوم راح أخليه يحكي لكم عن كل شيء خاص بالامتحان المعادلة مال طب أسنان بأمريكا، عن تجاربه ومن هاي الشغلات والمصادر إن شاء الله. أي واحد عنده سؤال فيقدر بنهاية البث يسأله، تمام؟ بس أهم شيء بث دكتور فادي، واضح لو لا؟
أنا موجود بالبث. لا كريم، خلينا نشوف أي جماعة ثانية. صوتك بعد ما راسل ادخل حلو انيا. بث مال الدكتور فادي واضح لو لا؟ لو دي يقطع كلش واضح. هاي هي دكتور، تفضل. شكرا دكتور اسماعيل لاستضافتك مرة ثانية، وبس حبيت أقول كل الجماعة اللي عندهم حلم أو يريدون يوصلون لأمريكا ويقدرون يعادلون الشهادة ذي سوالف، بس أقول لهم يعني أخذوني كأبسط مثال، يعني حياتي ما كنت مفكر في اليوم راح أوصل لأمريكا وراح أعادل ذي سوالف، بس إذا أنا قدرت أسويها يعني العالم كله يقدرون يسووها. أنا ما كنت في الطالب ممتاز، ما كنت يعني متميز، ما كان عندي يعني كنت طالب عادي مجرد أقرأ وامتحن، يعني حتى الامتحانات بتعرف يومين قبل الامتحان تسألني سوالف. بس حبيت أقول لكل الطلاب إذا صدق يريدون يوصلون لفد مرحلة من حياتهم يقدرون يسووها، بس إذا شوي يتعبون على نفسهم. بالنسبة لامتحان ال MBDE، طبعا أي واحد يريد ياخذ شهادة طب أسنان أو يريد يمارس مهنة طب أسنان بأمريكا لازم يكون عنده شهادة DDS. شهادة طب الأسنان بالعراق هي أكثر شيء BDS، Bachelor of Dental Surgery. هنا هاي ما معترف بها، فلازم تعادل شهادتك وتحولها من BDS إلى DDS. الطريق حتى تاخذ اللايسنس شوية صعب، بس مثل ما قلت لك إذا أنا سويتها يعني العالم راح يقدرون يسووها. أكيد راح يكون أكو هواي صعوبات بالسالفة ومو سهلة، بس مثل ما يقولون it's not impossible. طبعا حتى تاخذ ال DDS لازم تاخذ الامتحان اللي هو National Board ال MBDE 1 and 2. الامتحان الأول شوية أكثر معقد من الامتحان الثاني، لأن بي أكثر بيولوجي باثولوجي وهذني الشغلات اللي يعني مثل ما تعرف كلش جامدة وصعبة وهذني السوالف. فتقريبا طولت بامتحان الأول، قرأت له تقريبا 8 أشهر. أنا طبعا خلصت قبل 8 أشهر مدة القراية، بس ما كنت واثق من نفسي، ودائما يعني خلال هذين الامتحان مستحيل واحد يكون واثق من نفسه لأن مستحيل تضبط المادة كلها. فسويت الامتحان الأول خلال 8 أشهر، ووراها بديت أقرأ الامتحان الثاني. الامتحان الثاني هو أكثر متعلق بطب الأسنان، يعني كبروسيدانتيك واندودانتيك واورثودانتيك وهذني الشغلات كلها، يعني كمادة الامتحان الثاني بأكثر قراءة، يعني بأكثر مواد. الامتحان الأول كان 4، كان فارماكولوجي و مايكروبيولوجي وبايوكيمستري، أعتقد دنتال أناتومي، كان 4 مواضيع. بس امتحان الثاني تقريبا كان في 12 مادة لأن بي كل اختصاصات طب الأسنان. بس الامتحان الثاني شوية يعني أسهل للقراءة من الامتحان الأول، لأن كطالب طب أسنان تقدر مثلا تقدر تفتهم أكثر، ها هذا أورثو هذا بروستو، مجرد يعني المادة مجرد تحكي على بشكل عام على كل اختصاص، nothing مو كلش detailed.
فأخذت الامتحان الثاني، قريت الامتحان الثاني تقريبا 7 أشهر، وأخذت الامتحان الثاني. وورا ال... ورا الناشونال بورد، ورا ال MBDE، لازم تروح كلية سنتين. السنتين الكلية راح تكون مجرد تشتغل بال يعني hands on، يعني تشتغل على ال patients مع patients، وذني سوالف. ويريدون من عندك مثلا تفتح من القوانين مالتهم أو الطريقة مع العمل مالتهم. فورا هاي السنتين طبعا التقديم للكليات فتشي كلش معقد. يعني أقدر أقول لك تقديم الكليات هو أكثر معقد من الامتحان نفسه، لأن لازم تجمع مثلا recommendation letters من الدكاترة، لازم يكون عندك أقل شيء فد عدد معين من الساعات كأنه أنت مشتغل كطبيب أسنان، كمساعد طبيب أسنان هنا بأمريكا. وطبعا راح يشوفون الشغلات اللي مسويها أنت خارج أمريكا، بس يعني يفضلون الشغلات اللي أنت مسويها هنا، ويشوفون هواية إذا مسوي أي شيء للكوميونيتي، إذا مساعد، إذا مسوي volunteering job. هذني الشغلات يشوفوها هواية. ف تقريبا البروسيس حتى تقدم للكليات تقريبا يطول لك فد 6 أشهر 5 أشهر، لأن لازم تدبر كل الشغلات وتجيب التواقيع والسوالف، حتى الابليكيشن اونلاين. فلما تنقبل الكلية تقرأ سنتين، هاي سنتين مثل ما قلت لك راح تكون تشتغل على البيشنتس، و يعني مجرد مثل هناك، خلينا نقول مرحلة رابعة وخامسة، مرحلة رابعة وخامسة أنا أنت راح تشتغل على البيشنتس وراح تقرأ همينة. ورا هاي طبعا قبل ما تقدم للكليات لازم تمتحن امتحان توفل همينة، لأن لازم يشوفون من عندك مستواك بالإنجليزي إيش قد. وأكيد طبعا أكو كل كلية وعندها requirement مالتها، مثلا أغلبية الكليات يريدون توفل أكثر من 94، طبعا امتحان توفل من 120، فيريدون من أكثر من 94 أو أكثر من 100 همينة. ورا ما تخلص التوفل تروح للكلية، تقرأ كلية سنتين، وراح تاخذ ال DDS، وراح تبدي تشتغل. والحل بطب الأسنان يعني مو مثل، ما يحتاج تنتظر أو مثلا تسوي ماتش ولا سوالف. أمريكا مثل ما تعرف كبيرة، يعني أنت وين ما تروح يكون أكو مثلا عيادات وهذني سوالف، وما يحتاج يكون لك مثلا لازم افتح لي عيادة وهذني سوالف. تقدر مجرد تشتغل ويا اي سنتر وهاي. فيعني الطريق شوية طويل، بس مثل ما يقولون it's worth it. دكتور تسمعني مو؟ اي نعم سمعك. نعم جيد. هنا يعني كم سنة راح يطول للطالب؟ يعني هسه خلينا نقول واحد تخرج تو جديد متخرج من طب الأسنان، اوكي راح يبدي وراه مباشرة يقرأ، اوكي ايش قد راح يطوله لحد ما خلينا نقول يشتغل بأمريكا؟ يشتغل شنو؟ كشغل عادي أو شغل طب أسنان؟ طب أسنان. أوكي، هاي كلها تعتمد على الشخص. أكو عالم، لأن أنت مثلاً وصلت لأمريكا، أو حتى إذا أنت مو بأمريكا بس أنت تقرأ للامتحان، تعتمد عليك أنت شو وقت تقدر تخلص المادة. وبالنسبة للامتحان أنت تقدر تحدد الامتحان شو وقت ما تريد. مثلاً وصلت انت هنا هاليوم تريد تاخذ الامتحان ورا 3 أشهر، مجرد حدد الامتحان
وتقعد تقرأ يعني خلال 3 أشهر، لازم تقعد تقرأ وتخلص الامتحان حتى تنتهي خلال 3 أشهر. فإيش قد تطول هاي تعتمد على الشخص. أكو عالم سوتها سنة، أكو عالم سوتها بسنتين، أكو عالم عادوا الامتحان طولوا أكثر من سنتين. فهي يعني تعتمد إيش قد تريد هذا الشيء. أنا بالنسبة لي طولت تقريبا 15 شهر، 15 شهر يعني سنة و3 أشهر تقريبا عدل بها الامتحان اثنيناتهم. فأكو عالم سواها خلال سنة. فأنت بس هاي الامتحانين، مجرد بس تخلص هذول الامتحانين شوية ترتاح أكثر، والباقي يكون أسهل. يعني الباقي مثلا هو توفل، توفل هو امتحان إنجليزي يعني ما يحتاج هالقد قراية، فهمت شلون؟ ووراه التقديم للكليات. فمثلا خلينا نقول أبسط مثال، واحد إذا قدر يتعب نفسه خلال سنة كاملة يعني يمتحن امتحانين يعني اثنيناتهم، خلينا نقول أكثر من سنة، يعني شوية صعبة، يعني مو سهلة تمتحن اثنيناتهم سنة واحدة، خلينا نقول سنة ونص ياخذ الامتحانين، و امتحان توفل يعني ما يحتاجك قراية أكثر من شهر أو حتى أقل من شهر. ووراه مثلا يبدي تقديم للكليات، يعني تقدر تقول تقريبا يحتاجك فد سنتين ونص حتى تكمل الامتحانات وتكمل التوفل وتبدي تقدم للكليات. هايك يعني إذا أنت مثلا مو متشجع هواي حتى تقرا، تاخذ لك سنتين ونص. بس اذا انت اكثر مثلا عندك قابليه تقرا اكثر، احتمال تاخذ لك سنه ونص. هاي بس حتى الطب للكليه، الكليه سنتين ما بيها مجال، لازم تخلص سنتين. جيد دكتورك. سؤال يقول محمد هاشم خريج عين طب اسنان، يقول مثل ما تعرف بالعراق ما ينطق وثيقة التخرج، فشلون تقدر وثيقة التخرج؟ أها، فيقول لك شلون تقدر تمتحن توفل أو يعني تقدم على الكليات أو تاخذ الدي دي اس؟ أنت لما تخلص الكلية أكيد راح يطولك الشهادة، غير صح لا لا؟ لا بالعراق ماكو، ما ينطون وثيقة. يعني هسه أنا بالنسبة لي لما خلصت الكلية أعطوني شهادة، يعني شهادة من الكلية. أنتم ما تاخذون هاي الشهادة؟ يعني بس ما ينطون شهادة؟ لا ماكو، يعني بقية الكليات عدا الإقليم ما ينطون هاي الشهادة، ممنوع. بس ينطون مثل ما قال دكتور زياد، ينطون التأييد، يعني أنه الطالب مثلا يعني يداوم بالكلية وهكذا. اوكي، هنا بالنسبة لموضوع الشهادة، قبل ما تبدي الامتحان طبعا يحتاجون من عندك، لا بالنسبة للامتحان ما تحتاج شهادة. حتى إذا تريد تمتحن الامتحان بارت 1 وبارت 2 ما يحتاجك شهادة. حلو. لازم، والله دقيقة بس خليني أتأكد أني وقتها ايش سويت. شوف تذكرنا. العفو أنا غلطان. هنا أكو مثل فد دائرة اسمها ECE، المشاهدين يقدرون يكتبوها ECE داد خليني أشوف شلون اسمها بالضبط. تقدر تكتب الكومنتات. أوكي اوكي اسم الموقع هو ECE.org. خليك قدام. اوكي اوكي فهذا الموقع هم مثل
فالدائرة ياخذون من عندك الأوراق كلها، مثلا ياخذون من عندك خلينا نقول الترانسكريبت، ترانسكريبت مال الكلية ما ينطون هناك لا لا. اوكي خلينا نشوف. محمد هاشم ينطونه ترانسكريبت لو لا؟ اللي هو شو يمثل دكتور؟ الوثيقة لو لا داري؟ ترانسكريبت اللي هي ترانسكريبت اللي هي المواد اللي انت قاريها بالكلية من أول سنة لآخر سنة. اوكي خلينا نشوف. محمد هاشم ينطوها لو لا الترانسكريبت؟ فلمن ينطوك هاي الترانسكريبت اعتقد المفروض هم ما راح ينطوك اياه راسا، مثلا انت لازم تروح تحكي وياهم وتقول لهم انا اريد الترانسكريبت مالتي. هم المفروض يكون عندهم خازنين انت يعني كل طالب ايش قاري من اول سنه لاخر سنه. ف مو بس هاي، وبالنسبه يعني هاي واحده من الاوراق اللي انت لازم تدبر لهم اياها، ولازم تجيب الشهادة مال الثانوية مالتك. محمد يقول لازم بس تعيد تخرج. بس تعيد تخرج. يا زين تعيد تخرج شنو يعني؟ شنو هو تعيد تخرج؟ شكو بي مثلا؟ يعني هو كتاب طالع من الكلية يقول انه هو مثلا محمد هاشم هو خريج كليتنا يعني عبر وناجح يعني من الدور الاول او الثاني او حسب يعني المهم هو اوكي. بات. وعلى التأييد مالته مكتوب بأنه الشهادة مالته مثلا PDF. اي مكتوب هاي اكيد. اوكي، وبيها مثلا يعني الصورة مال الطالب و وذني السوالف، يعني هي official ولا لا؟ هي اوفشال اوكي عدد وسوالف. اي اوكي إذا هي official فحتى يقدم للامتحان لازم يروح للخارجية أعتقد. أكو هناك يعني أنا كنت بالإقليم، ما أعرف بغداد نفس يعني خارج الإقليم هو نفس الشيء ولا لا، اي بس بأربيل كان أكو خارجية تروح تودي الشهادة مالتك هناك. اوكي يوقعوها يقول لك على أساس يعني أعتقد كم مثلا الكلية معترف بيها مثلا بالعراق، و أعتقد وزير الخارجية مو وزير الخارجية سوري يعني هاي الخارجية هم يهتمون بهذه السوالف، ولازم يعني تصدق. لازم تتصدق بالضبط. فورا ما تسوي هاي تروح على الاي سي اي. الاي سي الحلو بيه مثلا يقول لك انت بالضبط ايش تحتاج، يقول لك لازم تدبر لي هاي الورقة وهاي الورقة وهاي الورقة. فلما تدبر هاي الورقة مجرد تدز لهم اياها، وطبعا لازم تكون كلها مترجمة يعني. لما تدز لهم اياها هم راح يشوفون يدورون ورا الكلية مالتك ويشوفون اذا هي معترف بها لو لا. يعني معترف فيها شنو مثلا؟ يعني هي مو بس اي انستتيوشن، يعني مجرد يشوفون بانه هي like صدق كلية يعني. تفتهم شلون؟ لان هسه بالبداية كلية عشق يعني ما كانوا يعرفون كلية عشق مثلا، ما كانوا يعترفون بها هاي قبل وقتها. بس ولهذا كان اكو هواي طلاب يعني شوية يعني اخذوا صعوبات حتى يقدرون يسووها، بس بوقتي لما انا سويتها يعني ما كان عندي اي مشكلة الحمد لله. فورا ما تقدم الاي سي، اي سي راح تدز لك اوراق كل تدز أو تدز لك اوراق كلها مثلا. انت تقدر عندك حق تقرا بامريكا، عندك حق تمتحن، عندك حق تسوي كل شيء. فمجرد اذا اي سي تعترف بك هاي انت حر تسوي اي شيء تريده. فاتمنى جاوبت السؤال دكتور محمد هاشم على مود الاي سي. بس بالنسبه للتأييد اذا هو كشهاده راجع الاي سي، دور بالاي سي. والحلو بيهم هم عندهم تشات تقدر دائما تتواصل وياهم، تقدر تحكي وياهم تقول لهم السيتويشن ما تقول لهم اني هيك هيك سالفتي، وهم يقدرون يجاوبوك. جيد. وهنا البوينت انه
أسيل دا تقول أنه وإذا مو معترف بالكلية ماكو ما معترف، يعني كل الكليات معترفة بها. ما يعني أكثر الكليات يعني هم أول تاني ما يعترفون بأي كلية طبعا. يعني الـ ECE هي مو ECE مو كلية، هي الكليات طب أسنان يعتمدون على الـ ECE. فالـ ECE إذا قال لك، إذا قالوا لك أوكي هاي كلية مثلا معترفة بها، الكليات ما لهم علاقة، الكليات يسمون حكي الـ ECE. فأغلبية الكليات ما عندهم أي مشكلة، يعني كلهم معترفين بهم. اوكي، هذا محمد حناري بيمدحك. تمام يا ابو شينا، تمام. انا حماس زور سباز بلام طبعا. هذا دكتور محمد كان وياي اول مره اجينا الامريكا 2016. اول مره اجينا اني هو الامريكا، كان عندنا دينال كونفرنس، فكان اكو مؤتمر هنا بوسطن. ف خوش وقت كان. وطبعا هو هسه من عنده عياده باربيل و متفوق دائما. هو سد ياخذ الماستر بالبروستو، سو جود لك. ما شاء الله. دكتور أسيل تقول دكتور أكو يقولون المعترف بيهم بس موصلوا بغداد. أني من الأربيل. يعني قصدي يعني بس الخارج الإقليم لو لا لا، إيه خارج الإقليم، يعني بدنا نحكي على العراق، يعني مو كليات الإقليم. أوكي. ما أعتقد شنو طب أسنان كركوك انفتح جديد، يعني خلينا نقول 5 سنوات صارت 6، فهي قصد على هذا، يعني باعتبار كلية حديثة من الكليات الحديثة. يعني مثل ما قلت لك، أنا ما عندي كل المعلومات يعني لكل الكليات، بس مثل ما قلت لك إذا يريدون يتأكدون بأنه الكلية معترف بها أو لا، رجاء رجاء لا تسمعون حكي العالم. يعني بس هاي أقول لكم إياها، أنا وقتها لما رحت العشق العالم كلها كانت ضدي. أنت شلون تروح الكلية أهلية هاي ما معترف بها، هاي هيك هاي هيك. بس يعني جديات هاي الشغلات تأثر على الشخص هواية، يعني يقول لك أني ما معترف فيها وأني إذا سوالف. بس يعني جديات لا تفكرون بهذا الشيء. إذا تريدون تعرفون روحوا لهذا الموقع ECE، عندهم لايف شات، عندهم إيميل تقدرون تراسلهم. طبعا ال 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 هذني الشغلات بأمريكا إذا تدزلهم إيميل مستحيل ما يجاوبوك، مستحيل ما يجاوبك. دز هسه، اذا دز هسه الايميل هارفارد، تدز لهم ايميل اي شيء تحتاجه راح يجاوبوك. فيعني انا بس اريد اقول للطلاب اذا يريدون يعرفون شغلات، سالوا من المكان اللي انتم تريدون تعرفون، لا تسالوا من العالم. اني هواي عالم قالوا لي هذا هيك، هذا غلط، هذا غلط، بس يعني طلعوا يعني كل السوالف كلها يعني مو صحيحه. فإذا تريدون تعرفون شيء، تريد تعرف الكلية معترف بها أو لا، روح الـ ECE اسألهم كليتي أنا متخرج من هالكلية معترف بها أو لا. ما دا أسمعك. اوكي. من أقدر أسمعك دكتور؟
يا الله. اوكي دكتور، تمام الصوت؟ تمام. اوكي. شوي النت تعبان يمنا شويه، تعرف. شو اي عادي، ماكو اي مشكلة. تريد اعيد الحكي للي سمعوا او هسه سويت كوبي لللينك مالت البث. اوكي هسه راح يجون حتى نشوف بعد الاسئله. تمام. جماعة أي سؤال عندكم من دكتور فادي حول المعادلة؟ سؤال مصادر هكذا. هو دكتور دائما السؤال الأول اللي هي المصادر، يعني كطالب طب أسنان يا مصدر أقرأ؟ مصادر، مثل ما تعرف اكو هواي مصادر، وكل واحد يقول لك هذا المصدر احسن من هذا المصدر. و اذا تريد اصدق، يعني اذا واحد ما يعرف اي شيء عن الامتحان ويدور يقول لك منين ابدي، يعني منين ابدي اقرا، صح ولا لا؟ اني ساعدني هواي بانه اكو فد جروب على الفيسبوك، هو يعني متعلق الطلاب اللي يحضرون الامتحان الأول. فلما نطب على هذا الموقع اكو كم بوست مخزون يقول لك شلون تبدي تقرا، وشلون شنو يعني تبدي. بالنسبة لي اني طبعا سألت وحدة كنت اعرفها هنا، هي كانت معادلة طب اسنان، سألت يعني شلون بدأت تقرأ، بدأني سوالف. أنا بالامتحان الأول قرأت الـ First Aid. First Aid هو مثل، يعني هذا First Aid أنا بالنسبة لي لازم تقرأه إذا تريد تمتحن الامتحان الأول. First Aid لازم تقرأه. بالنسبة لبقية المصادر كلها موجودة بهذا الفيسبوك الفايلز، وطبعا أنت ما راح تقعد تقرأهم كلهم أكيد. بالنسبة لي يعني شوية تخربطت، يعني أعتقد هذا كان السبب لأنه طولت بيها 8 أشهر، لأن كنت أسأل هواية عالم. فلما تسأل هواية عالم أنت إيش قرأت، يقول لك فد شغلة، تسأل غير واحد يقول لك أنا يعني قرأت غير شغلة، فيعني مرات تتخربط عليك السالفة. بوقتها يعني أنا يعني وصلت لمرحلة قلت هذا هيجي دي يقول، هذا هيجي دي يقول، خربط عليك، قاعد قرأتهم كلهم، ولهذا طولت هواية. بس لما أخذت الامتحان، لما أخذت الامتحان عرفت بأنه أنا كان المفروض أقرأ بس الـ First Aid، وأقرأ بس الأسئلة، يعني الـ Practice Test. الـ Practice Test همينة موجود بالفيسبوك. اعتقد اسم الجروب بالفيسبوك، يعني ما باقي لي فيسبوك هسه، بس كان اسمه MBDE Part 1 Group. MPD MBDE Part 1 Group. Part 1 Group. اوكي. يا. فلما تفوت لهم هم موجود عندهم المصادر كلها حتى تقعد تقرا. والحلو بيهم مثلا مرات حتى يتناقشون بيناتهم، مثلا واحد عنده سؤال ما يفتهم الموضوع. اكو هواي يعني الجروب كلش كبير، فلابد واحد يكون هناك ويجاوبك. فاني بالنسبه لي لامتحاناتي قرات المصادر مالتي كانت كلها من الجروب، وحتى البراكتس تيست كله موجود بالجروب، مجرد تروح للجروب وتفتحه وتقرا الاسئله. واني لاحظت بالنسبه لي اخذت الامتحانين، لاحظت 3/4، يعني خليني اقول لك يمكن 60% او 50% الأسئلة، ما أقول لك كانت نفسها بس كلش متشابهة. فهما شو يسوون جماعة الجماعة البيجروب، شو يسوون؟ أي واحد ياخذ الامتحان إيش قد ما يقدر يتذكر الأسئلة من الامتحان ينزلها على الجروب. أنت بتفهم شلون؟ فلهذا يعني الامتحان كلش سوري الجروب كلش مهم. فبالنسبة للمصادر يعني صراحة يعني ما أتذكر بالضبط قرأت كل شيء، بس أتذكر كل زين قرأت First Aid الامتحان الأول، والبقية يعني ما كان عندهم مصادر، بس مثلا كان اكو مايكروبيولوجي فايل
تقعد تقرا مايكروبيولوجي، لان هي مثلا المصادر تقريبا كلها نفس الشيء، مجرد بيشرحوا لك بغير طريقه او بغير اسلوب. تفتهم. يا جيد. دكتور، إذا تقدر تكتب لهم من جديد هذا الـ ECE. أحد عنده سؤال من الدكتور فادي يقدر يسأل. بس هنا الامتحان المعادلة البيوميكال وطلب الطب الأسنان. شوية صوتك بعيد. أوكي. بالنسبة للزهراء عماد اللي تسأل إذا أقدر أعتمد على مصاري بس الامتحان، إي أكيد. المصادر الموجودة على الفيسبوك تعتمد عليها، وهي ما تحتاج أي شيء خارجي. ايه، احمد يقول يا ريت تعيد الموضوع مختصر. يا موضوع بالضبط؟ يا موضوع دكتور، بالنسبه للراتب مال طبيب اسنان هناك، كل واحد يقول هل يسوى، يعني هل يسوى انه واحد يعادل ويمتحن يروح هناك يفتح عياده؟ يعني هل يسوى الراتب؟ شوف، مشكلتنا احنا العراقيين دائما نفكر نقول الراتب مال طبيب اسنان ايش قاعد، انا اذا اروح هناك الراتب ايش قاعد، ايش قاعد راح اخذ بالشهر، ايش قاعد راح اخذ بالسنه. بس اذا انت تفكر بيها، ايه مو كل شيء فلوس طبعا، بس الحياه اللي يعيشوها هنا اطباء الاسنان، يعني انت ليش تاخذ الفلوس غير حتى تعيش مرتاح وتعيش طبعا. مثلا، يعني تقدر تسوي اي شيء. هاي بس من هالناحيه اذا احكي لكم، يعني مثلا احنا دائما، انا حتى انا كنت افكر بالفلوس دائما. بالنسبه للفلوس، الراتب طبيب اسنان هنا طبعا تقريبا ينطون ديلي مثلا، يعني ابسط مثال العياده اللي انا دا اشتغل بيها هسه، جابوا طبيب اسنان متخرج جديد، هو طبعا عنده الدي دي اس، يعني صار هسه متخرج من الكلية، أي. ينطونه تقريبا $800 بالشهر. $800 بالشهر هاي ما عدا اذا يسوي اوفر لو لا، مثلا هذا انت راتبك اذا انت تشتغل لو ما تشتغل. واكو مثلا سنترز، يعني مثلا كوربوريشن ينطوك، يقول لك اذا انت تسوي اكثر من العدد البيشنت اللي احنا ننطيك نسبه همينه، بس انت يكون عدد محدد، مثلا $800 حسب المكان اللي اني بيه، فريزنو كاليفورنيا، اكثر شيء يعني اقل شيء $700 ينطوك باليوم. فبالنسبه للي يسالون عن السالفه، يعني هي تستاهل لو ما تستاهل، فاقول لكم يعني اكيد تستاهل. محمد هاشم دي يسأل، يقول عندك معلومة عن المعادلة مالت استراليا؟ يعني نفس الشيء. استراليا ما اعرف باستراليا اذا عندهم، لا مو نفس الشيء، مجرد كندا نفس الشيء، كندا مثل امريكا، هم عندهم، يعني اذا تمتحن هالامتحانين تقدر تعادل بامريكا، بكندا سوري. كندا. نعم يشتغل. هناك فلوس حتى تمتحن. اي ماكو نعم، امتحان. امتحان الاول لا، ماكو، يعني الامتحان لازم يكون بامريكا لو بكندا. امتحان الاول تقريبا $675، والامتحان يطول 8 ساعات. اعرف شوية من الطلاب بس يقول لك 8 ساعات شو راح امتحن وذني سوالف، بس يعني صح مو أي. سهل وكلش متعب، بس يعني لمن
لما تكون مركز بالامتحان يعني راح تنسى الوقت. ف اي نعم، الامتحان بفلوس مثل ما قلت لك، 675 دولار اعتقد للامتحان، يعني تكلفك تقريبا فد اذا تنجح من الاول محاولة من اثنيناتهم وتوفل، تقريبا تكلفك فد 2000 دولار او 2000 دولار او 16 ورقة 17 ورقة هيك شيء. هاي بس الامتحانات، حلو. وبس أمريكا أو كندا الامتحان؟ بس أمريكا وكندا هما نفس المعادلة. لا قصدي كامتحان، يعني مو أردن أو هكذا، يعني لا أردن لا لا لا، بس أمريكا وكندا. يعني وقتها سمعت يقدرون يمتحنون بدبي أو بأردن هذين، بس ماكو أي شيء. ماكيش. جيد. لا بعد أحد عنده سؤال؟ بالنسبة لدكتور التخصصات الطبية، يعني هناك التخصصات مال الأسنان، يعني إذا عدلت واي سوالف، فهل يحق لك أنه تقدم على التخصصات لو أنت عندك تخصصات معينة تقدر بس تقدم وهاي هي؟ لا، انت كخلصت الكلية كأخذت شهادة الدي دي اس، انت يعني بتقدر تسوي اي شيء تريده، انت حالك حال اي طالب من امريكا، ومش ما تريد تقدر تتخصص. ماكو يعني اي على شيء شو يقول لك يعتمد؟ يعني تخصص بالأسنان. التخصص بالاسنان يعتمد، لان شوف انت ورا الكلية ريزيدنسي. الريزيدنسي تقريبا طول، فد إذا أنت تريد تتخصص لازم تسوي أقل شيء سنة أو سنتين ريزيدنسي. ورا الريزيدنسي تقدر تقدم للاختصاص، بس الريكوايرمنت مال التخصصات صراحة ما أعرفها بالضبط، بس لازم يعني لازم تكون resident at least يعني الشهر واحد السنة أو سنتين. صوت من يمي لو من يمك. والله أعرف، بس أكيد من يمي يعني. لا ترى مرات هم من النت يمنا، هم مرات يتخربط، فمو شرط من يمك. أي دكتور شنو وين؟ نسيت والله. بالامتحان بالتخصص. بالتخصص اي بالتخصص لازم تروح ريزيدنسي سنة أو سنتين، وراها تقرأ تخصص حسب التخصص اللي انت تريده. اعتقد الاندو 3 سنوات او 4. يعني صراحة ما اعرف وايد التخصصات، ما اريد اكذب عليك. بس يعني لا عفوا، بالتأكيد هو لازم داوم كريزيدنت، وداوم ريزيدنت بالمستشفيات اكيد ما راح الراتب مالتك ما راح يكون يعني راتب عالي، مثلا راح يدفعوا لك مثلا اي شيء، بس وراها لما تتخصص يعني ابسط شيء الروت كانال. الروت كانال هنا اقل شيء
ما عايش ورقة هاي، بس الروت كانال بدون الكراون، بدون الفيلينج، بدون أي شيء. هاي إذا أنت عندك تخصص بالإندوم تقدر تسوي بعد أكثر. ويعتمد على المعدل اللي تخرجت بيه من الكلية. أكيد يعتمد على المعدل التخرج من عندهم الكلية هنا، بس أكو شغلة اللغة همينة دا أريد أقولها للطلاب هناك. ما أعرف بالنسبة للكليات هناك، عندكم أكيد عندكم جي بي أي غير عندكم جي بي أي، حوالي عشرة يعني المعدل مال الدرجة ما عندكم، عندكم هذا الشيء غير؟ يعني اللي هو معدل، قصدك معدل التخرج؟ اي شو تسموه هناك بالكلية، شو تسموه؟ مجرد معدل؟ خلينا نشوف. هو دكتور معدل ينطونه ويا الوثيقة. اوكي، هذا المعدل اسمه جي بي اي لو بس معدل. يكتبون معدل التراكمي. اوكي، انا ما اعرف معدل تراكمي يعني جي بي اي لو لا. اللي هو دكتور مال المرحلة، اللي هو مرحلة أولى، أنت ايش قد ماخذ؟ ثاني، ثالث، رابع، خامس، محصلة هاي السنوات تطلع زين، كلها توتال. المحصلة من الإشقاد، المعدل من الإشقاد هو من 100، من بس 100. احنا أوكي اما ميتشي. أوكي so هذا السيستم يختلف عن السيستم مع الكليات هنا. هنا يدورون ورا الجي بي اي. الجي بي اي أكثر الكليات بالعالم اللي هي المعدل مالتك يكون من 4، الأعلى جي بي اي هو 4. أوكي اوكي. فالسيستم يختلف، فلهذا كنت أسألك شلون المعدل مالتكم شو تسموه هناك. بس إذا السيستم مال الكلية هيجي، لما يدزون الأوراق للإي سي اي، الإي سي اي ايش راح تسوي؟ الإي سي اي راح شلون يقولون، مثلا راح يحولوه للنظام مال الكلية مالتهم، فيشوفون يقارنون مثلا، يعني خلينا نقول بالبايوكيمستري بالكلية هناك انت ماخذ 98. اوكي، اوكي. بالكلية هنا امتحاناتهم مو من 100، فراح يقولوا لك 98 تعادل 3 من 4 for example. تفهم شلون؟ اي سي اي راح يسوي لك هاي الشغلات. اي سي هم اللي يهتمون بانه شلون يحولون درجاتك من نظام ما معترف به، او نظام هم ما يعترفون به، الى نظام الكليات مال هنا يفتهمون. يعني الكليات هنا كلها تمشي على فن نظام، تفهم شلون؟ فكلش كلش ضروري اذا تريد تفوت الكليه هنا. يعني انا وقتها اول 4 سنوات من الكليه مالتين ما كنت اهتم للكلية، يعني صراحة كنت بس امتحن واخلصه، ما عندي اي مشكلة. بس المعدل له كلش تأثير حتى تفوت الكلية. يعني ما اقول لك تقريبا، خلي اقول لك 40% له تأثير. 40% احتمال تقول مو هواية، بس ستيل، يعني هنا اكو هواية هنود يحاولون يقدمون للكليات. هنود كلش اذكياء معروفين، والمعدلات دائما 3.5 3.6 من 4. فيعني الكلية لما تشوف واحد معدل مادة 3.6 يقول لك ماني راح اخذ هذا، تفهم شلون؟ فيعني بس اريد اقول للطلاب اللي هناك اللي يقرون، مو عبالكم انتو بس تخلصون كلية ويعني تخلصوها شلون ما كانوا تاخذون الشهادة، وها هي المعدل إلى هواية أهمية. دكتور، عاد فت سؤال،
الشغل التطوعي نعم اللي يعني واحد يسوي شغل تطوعي بكركوك بالعراق بشكل عام، يعني طب اسناد نحكي، يعني ياخذ شهادات، تعرف هواي شهادات اكو. فسؤال على ارض الواقع نحكيها، هل هي بنفيشال؟ يعني راح يفيدك سواء يعني من كل النواحي، دا احكي يعني هناك يعني بامريكا قصدي، كلش يعني هواي. هذا ما تتخيل ايش قد العمل التطوعي يفيدك. وبالنسبة للشهادات احتمال ما تفيدك مثل ال letters. مثلا انت تشتغل في المنظمة، اوكي منظمة تعطيك شهادة بعدين سوالف. الشغلة اللي تفيد اكثر بانه انت تاخذ من السوبرفايزر مالتك تقول له إذا يقدر يكتب لك فد evaluation letter يقول لك هذا الشخص اشتغل يمي ومو اشتغل يمي، اشتغل بهالمنظمة وساعد هواي عالم وسوى كذا وكذا وكذا. الكليات بأمريكا يعتمدون على يعني شوف، الكليات هنا ما يقول لك أنت شاطر راح ناخذك. أوكي الكليات هنا، المشكلة بالكليات هنا يعني يشوفون على أكثر من شغلة، مو يشوفون حسب معدلك، مو يشوفون حسب عملك التطوعي، يعني أكثر من شغلة. ولما يشوفون هاي الشغلات كلها يدزون وراك، يسوي لك مقابلة مرة مرتين. لأن مثلا أكو عالم احتمال تشذب، مثلا مثل ما تعرف يقول لك أنا مسوي هيجي 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 بس ما هو ما مسويها. فمش يسوون مقابلة وياك يعني مرة أو مرتين حتى يشوفون بأنه أنت صدق مسوي هذا السوالف لا. فبالنسبة لسؤالك أكيد 100% جيد. الشغل التطوعي كلش ضروري. لأن هذول اللي رايحين ايلب وهاي البرامج بوينت بيها؟ نو نو ايلب مجرد experience. إذا يقولوا لك شو مسوي experience، يعني احكي لي على فد experience exciting or something. تقدر مثلا يعني ما لها تأثير على الكلية. الكلية ما يريدون يشوفون ها أنت مثلا جاي لأمريكا ومسوي راح تتونس، هم ما يهتمون بهذا الشيء. يريدون يشوف أنت شو مقدم خدمات للعالم، يريدون يشوفون أنت إيش قد تريد تصير طبيب أسنان هنا، ويريدون يشوفون إذا تصير طبيب أسنان إيش راح تسوي للمجتمع اللي هنا. هم يهتمون بهذني السوالف. حلو. بعد أحد عنده أي سؤال؟ انت سيا مرحلة آخر حلو انت طبعا غير طب كاكوك. اوكي اعتقد الصوت انقطع يمك مرات. ما أقدر أسمعك.